السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نصايب لحم تلج، كندير بصله وحده، شويه ملحه، شويه القزبر، شويه البزار، معلقه ديال السمن. انا غندوز نحضر معاكم دابا ان شاء الله. هاد اللحم كتشوفوا هكا خرجتو من الفريكو، حيت ما كنديروش ما كنضيفو لا ما لا حتى شي حاجه، هذاك الثلج ديالو هو فاش كيطيب. هنا غادي ندير ديك البصيله، ها هي البصيله ديالي درتها في كوكوط لتحت، ناخذ داك القزبر المطحون، الملحه، شويه البزار والسمن. السمن كيبقى على حسب الذوق، اللي ما كيبغيش السمن كيعوضو بالزبده. ومعرفش فاش كيجي داك اللحم كيجي هشيش، حيت ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، وخلاص هذا راه اللحم الغلمي. ما فيه هاد الطريقه كتجي في الغلمي احسن من البقري، كتجي زوينه. ناخذ داك اللحم ديالنا كندهنو كله هكا، كتولي بحال بوماطه. هاد الطريقه ديال السمن وكتقيد الكاسه كتولي بحال بوماطه هكا، كتجي زوينه، كيجي بحال مبخر، بحال مشوي، كيجي ناشف. كنصيبو نحطو في كوكوط هكا، نجيب نحط لاخر ساوايا. بلوط على حساب الاشخاص اللي عندو، على حساب داكشي اللي عندو اللي موجود في الدار. كيجي هاكا، هو ملي كيبدا يطيب عاد كيبدا يطيح. صافي دابا كنزيد عليه، ما كندير فيه لا ما لا حتى شي حاجه. هذيك البصيله اللي درت واللحم متلج كيخرجو من التلاجة، صافي بديت كنصور معاكم هاكا. قلت غندير هاد الغديوة علاش منشاركهاش مع البنات بلا ما بلا حتى شي حاجه، غيطيب في هاد التلج اللي فيه، ما غيتحرق ما والو الا البوطه تكون مهيله. يعني قد ما رديتي ترديتي الصباح بكري مزيان باش تجيب مع البوطه مهيله كيجي زوين. انا جالس معكم البنات من بعد ما رديت الكوكوط ديالي طيب، الخضره ما كتشد الوقت شويه. سلقتها انا وجدتها، سلقت جلبانه كنغلي الماء كنخلي حتى كيغلي مزيان، رميت فيه جلبانه ملي كتسلق تنحيدها و تنديرها في الماء بارد. نفس المشكل، رميت خيزو تاهو في الماء طيب تتسلق حيدتو درتو في الماء بارد. اللوبيا هكاك، بطاطا لالا كنسلق كنبخرها البطاطا صافي حيدتها، حتى حاجه ما دايره فيها الملحه حيت عاد كندير الملحه والعطريه دابا. والروز هو بوحدو اللي سلقته في كوكوط ودرت ليه الزيت باش ما يلصقش ليا. صافي هادشي لي درت. أنا غادي ندوز دابا معاكم نحضرو هادشي، نديرو ليه الكوان ديالو. أنا الروز درت ليه الكوان، ندير شوية البزار، شوية الملح. الا جاكم ناشف تقدروا تزيدوا شويه ديال الزيت، حيت انا هكا كنحيدش لي الزيت ديالو كنخليه معايا. الروز ديالي بعد ما نشتو هنايا نفس التبيله كندير، كندير الملحه حيت ما سلقاش بالملحه، سلقت بلاش الملحه. شويه ديال البزار، ربيع، ربيع كيبقى اختيار. راه كاين اللي كيديرو في كلشي، كاين اللي مكيديروش في كلشي. انا كنديرو في كلو، في جلبانه، في خيزو، في بطاطا،
حتى في اللوبيا حتى هي كندير فيها الخبيز كيطلق مذاق زوين. علاش ما حطيتش معكم الخضره من الاول؟ كتشد الوقت شويه حيت كنطلق كل حاجه بوحديتها. انا ما عنديش الحامض البنات الطري، درت غير الخل ديال الحامض حتى هو كيجي زوين. كلشي كندير فيهم الحامض. معلقه كبيره الزيت هوايا، حتى شي حاجه ما فيها الزيت، كلشي سلقتو غير بالماء. كي بغيت تسلق تشوف حتى يبدا تعطي ليه القوام ديالو باش شي حاجه ما تهرس ليك، تكونو مبقاو في الفورم ديالو. وكيبقاو في اللون ديالو ملي كتغلي الماء وكترمي فيه الخضره، وملي كتحيديها كديريها في الماء بعد كتبقى في نفس اللون ديالها. انا جلبانه باش كيفاش بقات اللون ديالها، خليت حتى هو نفس المشكل كيبقى في اللون ديالها. نخليكم معايا ان شاء الله. هاد الفيديو ديالي مشاركة معكم كاملة، هي غادي هو سهلة غير بغيت نشاركها معكم. قلت علاش نيضة ديال الغدا نشاركو مع البنات، هي غادي هو سهلة مفيهاش شي حاجة لي يعني كل واحد كتبقى بالنسبة للخضرة أولا بالنسبه للتقطاع تا هو كل واحد كيفاش كيقطعو. انا خيزو درت ليها هكا بطاطا، وداك التقطاع في الاخر كيبقى كل واحد كيفاش كيدير لي، كل واحد كيفاش كتعجبو الخضره. اما خير كندير ليه غير شويه الملحه صافي. نخليكم معايا البنات، بعد يوجد لي ان شاء الله الغدا ديالي غادي ندوزو نحضرو هاد السلطه في طبيصلات ونحطو الغدا ان شاء الله. انا جالس معكم البنات من بعد ما وجدت كلشي، غنمو نطيب دابا في الغدا ديالي. كل واحد بالنسبة كيفاش واش يقدر يدير ثلاثة ديال ليبول، كاين اللي كيدير طبيصلات صغار، كيدير ليبول ديال الروز ويبقى تحتها الخضرة، كل واحد كيفاش كيدير. أنا ولدي كنا نعطيو هاكا تفصيل واحد حسن. نجلبها
Grattato. Io lo fiso in aia. Rubio. نعرف كيفاش كيخلي الشكل النهائي. انا رجعت معكم الناس من بعد ما وجد لي الغدا ديالي. هذا هو اللحم اللي قلت لكم كيطيب بلا ما غير بالثلج ديالو. وصلت لي حضرت معكم كبيره. مرحبا بكم وبالصحة والراحة. نتلاقاو في فيديو اخر جديد ان شاء الله.